السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان ناقص عليه بتاع اسبوعين كده ولا حاجة. ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان. طيب طبعا انا طالبة منكم بقى طلب كده في رمضان بقى، يعني وانتم صايمين كده، انا عارفة ان افتكرتوني، يعني انا عارفة ان انتم هتموتوا وتاكلوا وتشربوا والكلام ده، بس يعني افتكروني بدعوة قبل الفطار، يعني يمكن ربنا ييسر الحال بسبب ايه دعواكم دي. تمام. طيب بصوا بقى، احنا ابتدينا في الهربس فيروس، خدنا ثلاثة. واحد يقول لك انت هتخم يا ست، احنا خدنا اثنين. لا خدنا ثلاثة، خدنا الهربس سيمبلكس فيروس واحد، وخدنا اثنين، وخدنا الايه الفاريسيلا زوستر فيروس، صح كده؟ ما بخمش اهو. طيب ده اللي هو الرابع، رابع واحد. ناقص لنا بقى ايه؟ واحد كمان اللي هو السيتوبيجان، ومعاه كام واحد صغننين كده ان شاء الله نخلصهم على الاسبوع الجاي. تمام، نحاول ان احنا ننهيه كده قبل رمضان لو قدرنا نخش في فيروس مثلا اللي هو البابيلوما. احنا بقى ايه على حسب التسهيل وايه وتيسير ربنا. طيب تعالوا نشوف الاينشتاين بار فيروس ده. ده سهل جدا وكلامه جميل جدا وبسيط، وان شاء الله الفيديو يخلص على طول. طيب بص بقى يا سيدي، بيقول لك ايه؟ ان طبعا ده تبع عيله الهربس فيروس، انا حطها لكم اهي تمام عشان الناس اللي ايه اللي بتشرب عصير خوخ ما تروحش مني كده، صح كده؟ طيب ماله بقى الاينشتاين بار فيروس ده يا شباب؟ اولا بيقول لك ان هو وايد سبريد. يا قلبي، يعني واحد يقول لك ايه يا ساتر، يعني منتشر. بس شوف بقى، ربنا بينزل البلاء ومع الرحمه، بس يقول لك ان موست انفكشنز اسيمتوماتيك. طب حلو. طبعا يعني نو خلاص، احنا كبرنا على الحاجات دي، احنا بقى لنا ثانوي مع بعضينا فهمنا خلاص. تمام. طيب بيقول لك ان هو وايد سبريد، يعني منتشر جدا، لكنه الحمد لله موست انفكشنز اسيمتوماتيك، يعني غالبا مثلا ممكن يكون كلنا تعرضنا له او اغلبنا تعرض له، بس الحمد لله حصل ايه ابورتيف للانفكشن. تمام، لم ترتقي لمستوى الكلينيكال. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله، نقول نحمد الله على كل شيء. طب تمام، بس اوعى تغرك برضه. الله، يعني انا اقول لك على حاجه، انت فاكر ربنا كان مبتلينا بفيروس؟ واحد يقول لك يا ربنا مبتلينا بفيروسات كثيره. ايوه ماشي، كان ربنا مبتلينا بفيروس معين. انا عايز افتكر بس، يعني اختبر الذاكرة بتاعتكم، وطبعا الذاكرة مفيش. ها طيب، كان بيحب التي هيلبر، التي هيلبر سيل، فاكرين؟ واحد يقول لك ايه هو ده يتنسي، ده كان الهف. والله ينور عليك، برافو عليك يا ولد. طيب ده الهف. واحد يقول لك ايه، طب معلش يعني هو ايه المناسبة ان انت تفكريني يعني بالخطيئة دي بتاعت الهف، ان هو متسلط على التي هيلبر؟ اصلا انا عايز اقول لك بقى ان ده اخوه ازاي بقى، بس ده متسلط على البي لينفوسايت. الله الله الله، يعني احنا ايه دول واخديننا مقاوله بقى. ايوه كده، زي ما انت سامع، عده الريترو فيروس الهيف فيها متسلط على التي هيلبر. تمام، وعده اللي هو الهربس فيروس الابشتاين بار فيروس، التارجت بتاعه يحب قوي 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 البي لينفوسايت. الله، يعني احنا كده عندنا ممكن يجي لك سؤال ويقول لك الفيروس اللي هو بينفكت او التارجت بتاعه البي لينفوسايت، وانت مغمض تقول الايبشتاين بار فيروس. هميزهالك بحاجه، بص ايبشتاين وبي، واحد يقول لي دي بي تقيله ودي خفيف، ماشي، بس ميزها كده ايبشتاين بي اهي بتصيب البي لينفوسايت. تمام. طيب اي حاجه تسهل لنا الموضوع، ادام طبعا ما بنخرجش بره الاطار العلمي. طيب ايبشتاين بالبي وبار كمان بالبي، اهو بار بالبي يبقى بي، ادي اتنين بي، ما عليكش حجه. يعني يوم ما سالك ايبشتاين بار فيروس ده بيسيب ايه، مش محتاج اصلا تذاكر، تقول لي التارجت بتاعه البي لينفوسايت، ايبشتاين فيها بي وبار اولها بي، يبقى هو بيسيب البي لينفوسايت. تمام، ده بس ربط يعني عشان نتذكر. طب حلوه، يبقى عندي الهيف بيسيب التي، وصاحبنا ده بيحب البي. طب تمام، تعالوا نكمل. بص بقى، صاحبنا ده طلع كمان ايه، ده طلع ملعون قوي، ده طلع كمان اونكوجينيك فيروس. اونكوجينيك يعني فيروس ممكن لما يحصل لي انفكشن بيه يعمل تيومر، دي معنى كلمه اونكوجينيك. الله، ايه ده، هو له علاقه بالتيومر؟ تعالوا بقى نشوف الديزيزز بتاعته على طول كده، نخش على الديزيز على طول، احنا مش هنضيع وقت. طيب اول ديزيز بيعمله حاجه اسمها اكيوت انفكشوس مونو نيوكليوزيس. الله، واحد يقول لك ايه الاسم ده غريب، يعني مثلا احنا بنسمع هيباتايتس، مش عارفه ايه، مش عارفه ايه الكلام اللي هو العادي، يعني سكين ريش، مش عارفه ايه اللي هو الاكيوت انفكشوس مونونيكلوزيس دي. تمام، وبين قوسين جلانديولار فيفر. الله، واحنا كنا فهمنا الاولى، اما نفهم الثانيه هتفهم. طيب ده الديزيز الاولاني اللي بيعمل. طب تعالوا بقى نشوف الديزيزز اللي ليها علاقه باللي هو الايه بالتيومر. اول حاجه اقول لك ايه، بوركيتس لينفوما، ده بيعمل بي سيل ايه كانسر او بي سيل لينفوما. تمام، طيب النازوفارينجيال كارسينوما، ده بيشتغل على الابيسيليال سيل بتاعت النازوفارينجيال. طب تمام، واورال
هاري ليكو بليكي او بليكيا تمام، دي موجوده في الايدز في مرضى الايدز تمام. طيب وعندي هوتشكنز ديزيز ده بيعمل كانسر في الليمف نود، وبعد كده دي سيلينفوم. الله 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 ده الموضوع طلع كبير يعني يا دكتوره. معلش السؤال برضو، هو عرفوا منين ان هو بيرتبط بالديزيز دي؟ والله يا ابني كل الناس او اغلب 90% من الناس مثلا لو خدنا اللي هو باركتس الليمفوما دي 90% من الناس لقينا عندهم اللي عندهم الكانسر ده لقينا عندهم الانتي بودي ضد الفيروس ده ومربطوهم ببعض تمام. وقيس على كده ايه؟ قيس على كده الباقي تمام. حاسه ان انا ايه مش شايفاه مش عارفه في ايه. طيب يبقى هنا ادي يا شباب زي ما قلنا لما جينا لما لقينا الناس اللي عندهم الامراض دي اللي هو الكانسرز دي او التيومرز دي لقينا 90% منهم عندهم اللي هو الانتي بودي ضد اللي هو الابشتاين بار فيروس فربطناهم ببعض تمام. طيب عشان بس ايه ما تسالش طب هم عرفوا منين؟ حلو كده. طيب خلاص خلصنا الحته بتاعت الاونكوجينيك دي وقلنا سبب ان احنا معتبرينه اونكوجينيك فيروس ان ممكن الانفكشن بيه يعمل لي تيومرز والكلام ده. طيب تعالوا بقى ناخد اول ديزيز ده ونفصصه كده وناخد في سيرته شويه تمام. طيب اول ديزيز عندي اسمه اكيوت انفكشنس مونونيكلوزيس. تعالوا بقى نشوف الاسم. اولا تعالوا نجيبه من ظهره كده، مونونيكلوزيس هو انا عندي فيه في جسم خلايا مونونيكلوزيس. الخلايا الليكوسايت مالها؟ في منها بيكون النيوكليس بتاعها سيجمنتد متقسم تمام متقطع، بنسميها مولو بولي مورفو ايه بول اللي هو البولي مورفو نيوكلير ايه ليكوسايت. حلو كده. طب تمام مين دول بقى؟ دول اللي هم البيزو والنيترو والايزين. حلو قوي. طب انا عندي حاجه ثانيه، عندي المونوسايت من اسمها يعني بتغششك اهو، وعندي الليمفوسايت دول مونونيوكليار ايه سيلز. حلو قوي. طيب يعني انت عايزه تفهميني ان صاحبنا ده بيشتغل على اللي هو المونونيوكليار سيلز؟ ايوه برافو عليه. زي مين؟ زي الليمفوسايت. الله، هي مش البي دي ليمفوسايت يا ابني؟ يا ابني اما احنا بنتكلم فيها يا حبيبي. ايوه ما هي البي دي مونونيوكليار سيلز صح، اللي هي من ضمن الليمفوسايت. وانت عندك الليمفوسايت البي والتي، وطبعا ما لناش دعوه باللارج نيوكليوس ليمفوسايت اللي هي الناتشورال كيلر سيل، مش حوالنا دلوقتي، احنا بنتكلم على البي والايه والتي. طب حلو قوي. طب بص بقى يقوم صاحبنا ده ايه لما دلوقتي المونونيوكليار سيلز تمام اللي هي الليمفوسايت او المونوسايت يحصل فيهم انفكشن، اسميها ايه؟ انفكشنس مونونيوكليوزيس. فهمنا الاسم جاي منين؟ ماشي يا ست الكل، يعني بيحصل انفكشن في اللي هو المونونيوكليار سيلز. واضحه جدا دي تمام، اللي هم ممكن يكون مونوسايت او الايه او الليمفوسايت. طب تمام، وممكن البي وهنشوف دلوقتي. طيب وبعد كده بيقول لك ان اسمه الجلانديولار فيبر. طب ايش جت منين دي بقى؟ بص بقى لما بيروحوا يتخانقوا مع بعض اللي هو الاميون ريسبونس بقى، التي سيل جت ومش عارفه راحت اتخانقت مع البي سيل ومش عارف والكلام ده كله، بيروحوا يتخانقوا في الليمف نود صح كده، او في الليمف جلاندز. فعشان كده سموها الجلانديولار فيفر تمام، لان بيحصل ان هو بيحصل ليمفيدروباثي اللي هو اللارج في الليمف نود بيبتدي سيرفيكال وبعد كده بيبقى جنرالايزد تمام. طيب عشان كده سموها جلانديولار فيفر. عرفنا اسم ليه انفكشنس مونونيوكليوزيس؟ لانها بتعمل انفكشن في المونونيوكليار سيلز اللي هم مين؟ اللي هم المونوسايت والليمفوسايت. طب حلوه. طب الجلانديولار فيفر لان هم بيروحوا يتخانقوا ويتعاركوا هناك في الليمف نود تمام، حيث الايه الليمف جلاند، فسموهم ايه؟ طبعا عندي فيفر بتحصل تمام، فسموها جلانديولار فيفر تمام كده الاسم. طيب تعالوا بقى نشوف بيتنقل ازاي. طلع بقى ديزيز قليل ادب صح كده. تعالوا نشوف. بص بقى بيقول لك بيتنقل بالانتيميت كونتاكت، يعني لو اتصال الحميم اللي هو ايه اللي هو عن طريق السلايفا، حتى بيسموه الكيسنج ديزيز تمام. طلع ديزيز قليل ادب. طيب يبقى هنا مش مكفينه اوكوجينيك كمان، لا وطلع كمان ايه قليل ادب، يعني بيتنقل ازاي؟ باي سلايفا تمام، وحتى بيسموه الكيسنج ديزيز تمام كده يا شباب. طيب تعال نشوف الباثوجينيسيس. بص بقى صاحبك ده طبعا بيتنقل بالسلايفا، اول ما هيخش هيمسك في الايه؟ هيمسك في الابيثيليال بتاعه الاورو فارينجيال ايه الابيثيليال بتاعه الاورو فارينجيال صح كده، يريبليكيت. الله، ما احنا كده، ما انت مش قلت لي يا دكتوره معلش يعني مع احترامي لكلام سيادتك ان هو التارجت بتاع البي سيل. ايوه ما هو حضرتك مش هيعوم يعني، مش اول ما يخش عندي هروح ناطط على البي سيل تمام. يبقى معنى كده يا دكتوره ان هو ليه ريسبتور؟ طبعا ليه ريسبتور هنا عشان يعرف يمسك ويريبليكيت. امال ايه؟ هو في حاجه بتعرف تمسك
او تريبليكيت او تعمل انفكتا لما يكون لها ريسبتور في المكان اللي هي داخله فيه، مش هيصه يا جماعه صح كده؟ انا ما اعرفش اخش من الباب ده لما يكون معايا المفتاح، مش عايزه واحد خفيف يقول لي انا ممكن افتحه بالبنسه، لا انا مش دعوه بالكلام ده، انا لا دعوه بالحاجات اللي هي الثوابت، انا عشان اخش الباب لازم افتح بالمفتاح، عشان يخش انفكت ويمسك ويقعد لازم يكون له ريسبتور على الخليه دي صح كده او في المكان ده تمام كده شباب؟ طيب يخش يمسك هنا يعمل ريبليكيشن شويه وبعد كده يقول لك ايه بس ده مش التارجت بتاعي، يقول له روح فين، يقول له يلا بينا على الايه على البلاد ستريم، يروح البلاد ستريم عشان مين؟ عشان ينفكت البي لينفوسايت صح كده؟ اه طب انا عندي اشكاليه هنا، ايه بقى يا ست الاشكاليه بتاعتك؟ انا دلوقتي البي لينفوسايت بقت انفكتد بالفيروس صح كده؟ طيب دلوقتي هيحصل immune response، الجهاز المناعي هيشم خبر ان في خلايا فور، ان في فيروس داخل في الخلايا الفلانيه. طيب هيجي دلوقتي الجهاز المناعي صح كده؟ او مين اللي هيجي بقى من الجهاز المناعي؟ خلينا اكتر يعني نتكلم specificity اكتر تمام؟ مين اللي هيجي؟ التي لينفوسايت صح كده؟ طيب التي لما هتيجي وهتشوف البي هترضى تضربها ولا لا؟ البي ما التي ما بتهزرش، التي مش هتهزر، يعني ايه؟ تيجي البي لينفوسايت تقول لا ده انا اختك، ده انا حبيبتي، ده احنا مع بعضنا من ايام مش عارفه ايه، من ايام ما كنا بنبيع ايه ومش عارفه، تقول لها بلا اختي بلا حبيبتي انت انفكتد تمام، انت خطر علينا، تقول لها طب راعيني، طب تقول لها ولا طب ولا ما طبش، ولا راعيك ولا ما راعكش، يا عيني تروح هوب التي ضربه مين في البي، هو اني تي بالظبط اللي جه؟ والله ممكن بيجي الاثنين ريسبونس، بس الاساسي اصلا الاساسي الريسبونس الاساسي اللي بيجي عشان يخلصني من الفيروس اللي هي التي سايتوتوكسيك. التي سايتوتوكسيك واحد يقول لي طب هو ده عدل يعني؟ يعني التي سايتوتوكسيك تيجي تروح ضربه الخليه ومكسراها ومبوظاها؟ طب ما انا كده ضاعت عليا الخليه، ما تضيع عليك الخليه يا حبيبي، هيتكون غيرها، لكن سيادتك انا موتت الخليه بالفيروس جوه. طب تخيل كده ولو لحظه ان احنا استدعينا الانتي بادي الهيمورا صح كده؟ او الهيمورا استدعينا الانتي بادي، الانتي بادي ما يقدرش يخش جوه الخليه، قاعد بره زي ايه؟ زي دلوقتي احنا رايحين نتخانق، ايوه انا شرانيه رايحين نتخانق، اتفقنا عملنا جروب احنا وانا طبعا اولهم، هخش البيت ده هنضرب الناس اللي فيه جوه صح كده، وانتوا خليكم قاعدين بره البيت، اللي يخرج استلموه صح كده؟ هم مين الاساس، احنا ولا هم اللي قاعدين بره؟ احنا هنخش نجيب عليها بطيخه جوه صح كده، اللي يفكر السبريد يخرج الانتي بادي ايه يمسكه، لكن مش الريسبونس الامثل ان يجي الانتي بادي، الانتي بادي ده عامل زي واحد قاعد يشرب قهوه على شاي على القهوه بره مستني العدوى يعدي، لا انا لازم اخلص من الخليه. ليه بقى واحد يقول لي طب ايه المشكله يا ستي؟ ما هو لما الفيروس يجي ينتشر الانتي بادي هيمسكه ويضربه، ما هو قاعد مستنيه، طب ايش دراك بقى ان هو يقدر يمسكهم كلهم؟ ها اه صح فكره، هو مش ممكن يهرب؟ مش ممكن شويه منهم يهربوا؟ طب الشويه اللي هربوا دول يروحوا يعملوا انفكت الخليه ثاني، يبقى انا كده خلصت الخليه؟ لا، يبقى الحل الامثل ان انا اجي على طول اعمل سايتوتوكسيك للخليه نفسها، ابوظ الخليه بالفيروس اللي جواها صح كده عشان امنع انتشاره تمام، لكن الانتي بودي يكون دوره اقل اهميه شويه من التي سايتوتوكسيك في حاله الايه، في حاله الفيرال انفكشن. تيجي التي سايتوتوكسيك جايه ومحمله الاسلحه بتاعتها، هو انا دلوقتي يا جماعه انا داخل البيت ده اتخانق صح كده؟ هو انا داخله بطولي ولا داخله بالقلم ده؟ لا حضرتك بقى ده انا معايا سكاكين ومسح وعندي بص مش هقول لك يعني هكسر الدنيا صح كده؟ طب ما هي دي برده جايه بالاسلحه بتاعتها، انت فاكرها جايه كده طرزان كده؟ لا امال ايه؟ جايه ومعاها توكسيك جرانيولز. ايه بقى التوكسيك جرانيولز؟ نوعين اللي هو الجرانزايم والبيرفوريز. مالهم بقى دول؟ تيجي كده بقى ومحمله كده زي اللي هو حاطط اسلحه هنا وهنا كده زي اللي بنشوفهم دول، اهي دي الاسلحه بتاعته التوكسيك جرانيولز تمام؟ فقمت لاقيها ايه بقى؟ قمت لاقيها لارج، كبرت التي لينفوسايت، كبرت عن الطبيعي وبقت اتيبيكال، ما بقتش الشكل النموذجي بتاع التي لينفوسايت الطبيعيه تمام؟ واحد يقول لي طب وايه المشكله؟ لا ازاي؟ ده انا دي بستغلها في الدياجنوزيس الحته دي، هل تعلم ان انا ممكن لو شفت المنظر ده تحت الميكروسكوب، لو خدت عينه الدم خدت وعملت سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد بيكتشر ولقيت المنظر ده، لقيت الليمفوسايت كتير ولارج واتيبيكال مش الشكل الطبيعي، اقدر اكون كفايه ليا للتشخيص بتاع الاينشتاين بار فيروس؟ انت متخيل؟ تاني ركز معايا، صاحبتنا مسكت في الاوروفارنجيال ايبيثيليوم حلو كده، وراحت على البلاد ستريم ورايحه لمين؟ هي رايحه انفكتد بي لينفوسايت، عملت لها انفكت، اوعى تنسى ان هي ليها ريسبتور
على سطح البي لينفوسايت، صح كده؟ لا تسرح مني، كمل العصير اللي بتشربه في الاول. لا اوعى تسرح، ده هي ليها ريسبتور على سطح البي لينفوسايت عشان تقدر تمسك، صح كده؟ طيب وبعدين بعد ما عملت انفكت للبي لينفوسايت مين اللي يحس بيها؟ الجهاز المناعي. هوب، مين اللي يحس بالفيروس؟ الجهاز المناعي. يحس ان الفيروس دخل في الخلايا دي. ماليش دعوه بقى انت بي انت سي انت ح انت صاد، ماليش علاقه، تمام؟ انت دلوقتي بقيتي فورين، صح كده؟ بقيتي حاجه غريبه وخطر عليا، تمام؟ طب ماشي، زي ايه يا شباب؟ افتكروها كده، لما عارفين الافلام اللي هي بتاعه الفامباير، لما واحد يتعض ويقول له اقتلني عشان ما عضكوش واخد الدم بتاعكم، هو هكذا الافلام دي. ومتيسل تقول لك والله اصل انا لو ما موتكش دلوقتي هتعض لي كذا واحد وهتقلبهم لي كلهم فامباير، فانا لازم اخلص منك، صح كده؟ افتكروها بالافلام عشان انتوا بتحبوا الافلام. طيب وبعدين يا شباب، بس بقى يا سيدي، تروح التي سيتوكسيك طبعا، وده الحل الامثل، تيجي تروح مكسرالي الخليه. طب بصي بقى، تروح طبعا ضربالي البي لينفوسايت، ماليش علاقه، دي بقت انفكتد دلوقتي، بقت خليه انفكتد بالفيروس. طب ماشي، طب هو ده بس الريسبونس اللي هيجي لي التي لا ارجع اعيد لكم تاني الحته دي. اه جت التي سيتوكسيك طبعا جايه وايه ومحمله الاسلحه، افتكروا الخناقه اللي انا لسه قايلها، محمله الاسلحه، انا جواها توكسيك جرانيولز كتير، صح كده؟ ومخليتها لارج، تمام كده؟ واتيبيكال، شكلها مش طبيعي. ايه يا عم انا مش عارفاك؟ يقول له انت ما عرفتنيش عشان النضاره واكله نص وشي، هو كده برضه، انا ما عرفتهاش ان دي مش الطبيعيه بتاعتي، لقيتها لارج وكبيره كده ليه؟ اصلها محمله توكسيك جرانيولز، جايه ايه؟ جايه عشان تخلصني من البي لينفوسايت، تمام؟ اللي هي بقت انفكتد. طب حلو قوي، طب ما هو ممكن برضو بيحصل عندي الريسبونس ان تيجي التي هيلبر، وانا مش عندي التي سيل توكسيك، وبعد كده عندي التي هيلبر، اه ممكن تيجي التي هيلبر، تمام؟ تقول لك انا حمس برضو الدنيا، التي هيلبر وظيفتها ان هي بتهلب اذر سيلز، بتساعد الخلايا، حتى من اسمها هيلبر، تمام؟ قمت طلعني سايتوكينز لحد دلوقتي زي الفل. من ضمن السايتوكينز بقى اللي هتطلع دي الجروث فاكتور بتاع البي لينفوسايت. نعم، اه طب ايه اللي يحصل لما يطلع لي الجروث فاكتور بتاع البي لينفوسايت؟ ام البي لينفوسايد يحصل لها بولي كلونال، تكتر تكتر، عمالين نستدعيها، عمالين نكترها ونعمل لها جروس، عماله تيجي، تقوم تيجي لي بالزوف، تيجي لي باعداد كبيره، صح كده؟ ليه؟ عشان الريسبونس لما جه التي هيلبر طلعت لي سايتوكينز، ومن ضمن السايتوكينز الجروث فاكتور بتاع البي لينفوسايد، تمام؟ ام البي لينفوسايد عماله تيجي ويحصل لها بولي كلونال، عماله تكتر، تمام؟ يجي لي نسخ منها كتير قوي، ومعمالة تطلع لي انتي بوديز سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. بص يعني بتطلع انتي بودي على روحها كده كل شويه، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، عماله ايه تطلع. طب حلو كده. طيب هل ده مهم؟ اه النقطتين اللي انا قلتهم دول بتاع الاميون ريسبونس مهمين، لان دي التي لينفوسايت دي انا هستغلها في الدياجنوزيس، والانتي بودي اللي طلع ده سبيسيفيك ونون سبيسيفيك هستغله في الدياجنوزيس، صح كده؟ طب تمام، حلو قوي، خلصنا كده الباثوجينيسيس وعرفنا ايه اللي بيحصل. طب تعال قول لي بقى الكلينيكال فيتشرز، سهله. فيفر عادي جدا، ده حصل معارك حضرتك، ده حضرتك احنا سمعنا المدينه كلها، تمام؟ يعني حلوان وضواحيها سمعت بالخناقه اصلا. طيب وبعدين سكين راش طبيعي، ليه؟ لان انا لسه في عده الهربس فايروس كلهم بيعملوا سكين راش اغلبهم. طب ماشي، حلوه قوي. فور ثروت، بص بقى حلوه الحته دي، تلاقيها في الاول تبتدي كانه عنده اللوز كده وزوره احتقان في الزور ووجعه مش عارفه ايه، وتلاقي الواد او الشخص ده عنده لنف دانوبث، يعني اللارج في اللنف، تبتدي بالسيرفيكال وبعد كده تقلب جنرالايز، تمام؟ وممكن يحصل اللي هو الهيباتوميجالي او السبلينوميجالي، او يحصل الاثنين، ممكن او لا، with or without، تمام؟ يعني ممكن او ممكن لا. حلو كده. طيب تعالوا بقى للحته المهمه، تمام؟ نبص بقى على الكاميرا ونرجع. طيب بص بقى اللابوراتوري دياجنوزيس يا شباب، دي اخر حاجه معانا، تمام؟ طيب اللابوراتوري دياجنوزيس، مش انا قلت لك هنا الحكايه ولا انا حكيتها لك دي لما قلت لك ان البلاد بيكتشر اللي هي كومبليت بلاد بيكتشر اللي هي السي بي سي، اكيد كلكم عارفين السي بي سي، صح كده؟ اختصار كومبليت بلاد بيكتشر، هناخد عين الدم من الشخص، تمام؟ ونفرد الفيلم ونشوف، نبص على الايه؟ على الليمفوسايت. الاول قبل ما ابص اشوف عدد الليوكوسايت، التوتال ليوكوسايت مالها بقى؟ عدد اللي هو كرات الدم البيضاء كلها، الطبيعي ان هي من 4 ل 11، صح كده؟ مالناش دعوه طبعا بالاطفال، بتبقى ازيد تقريبا لحد 16. طيب من 4 ل 11 ده طبعا هتلاقيها 25000، من 4000 ل 11000 هتلاقيها في المريض بتاع اللي بيشتغل باير فيروس ده 25000، تمام؟ طب حلو، واحد يقول لي ما ممكن الاعداد تزيد في حاجات كتير، صح. قوم انا ابص على الفيلم بقى، قوم لما اشوف الليمفوسايت بتاعتي كبيره، صح كده؟ اشوفها لارج
واتيبيكال. يعني ايه كبيره ومش ده الحجم اللي انا متعود عليه ولا ده الشكل الطبيعي ليها، تمام؟ وما اقدر من هنا احلف واقول ان ده ايبشتاين باير فيروس، تمام؟ واحد يسالني سؤال هنا، تمام، غير اللي بشرب عصير خوخ ده، واحد مصحصح معايا يقول لي احنا اول مره نشوفك بتقولي الكومبليت بلاد بيكتشر حدد بيها ديزيز، صح كده؟ احنا كنا قبل كده بناخد الفيروسز يروح لللوكال سايت، صح كده؟ يروح لمكان معين ويعمل الحبشتكنات بتاعته والافلام دي ويخلص الدنيا، صح كده؟ لكن صاحبنا ده بيصيب مين؟ بيصيب البيليمفوسايت، صح كده؟ طب ما هي البيليمفوسايت عماله تجري في البلد، تمام؟ مين يجري وراها؟ التيليمفوسايت عماله تجري وراها، تمام؟ قوم بيكتروا في البريفرال بلد، وما اقدر اشوفهم بقى على مستوى السيركيوليشن كده، اقدر ادور عليهم في البلد واشوفهم في البلد، تمام؟ ليه بقى؟ هم يعني البيليمفوسايت قالت يا فكيك وعماله تجري والتي وراها، تمام، عماله تجري وراها في البلد. وما انا لو خدت البلد اشوف المنظر اللي انا بقول لك عليه ده، تمام؟ عشان يعني لو مخك راح وقول اشمعنى دي، تمام؟ طب حلوه. طيب المثل بيقول لك ايه؟ انا واخويا على ابن عمي، خلينا في النص الاولاني. طب انا واخويا على ابن عمي، صح كده؟ يعني انا انتيجين واخويا انتي بادي. طب ما انا ادور على السبيسيفيك انتي بادي، اخليني في الاول في الاصل، صح كده؟ اخويا اهم، انا واخويا على ابن عمي، ادور على الايه؟ على السبيسيفيك انتي بادي. لو لقيت الاي جي ان، صح كده؟ هيبقى ده دليل على ايه يا شباب؟ ده دليل على الريسنت ايه؟ انفكشن، تمام؟ طيب عشان بس ايه، انا نسيت اكتب لكم الحته دي، الريسنت ايه انفكشن، تمام؟ هيبقى الريسنت انفكشن لو لقيت الفي سي اي اللي هو الفايرال كابسيد انتيجين بتاع الايه، بتاع الفيروس، تمام؟ ده هدور عليه بالاي جي ام، لقيته تمام احنا كده في الايه، في الريسنت. طب ممكن ادور على الاي جي جي؟ دور على الاي جي جي، لو لقيت الاي جي جي هتلاقيه ده باست انفكشن، تمام؟ وممكن على فكره الاي جي جي بيفضل قاعد العمر كله، طب ممكن ما يروحش. طب حلو قوي. طيب يبقى كده دورت على السبيسيفيك انتي بودي. طب ما فاكر لما كانت البي ليمفوسايت هنا عماله السيتوكينز جت من ضمن السيتوكينز اللي هو الجروث فاكتور بتاع البي، وعماله تطلع لي سبيسيفيك ونون سبيسيفيك انتي بودي؟ طب ما تدور على النون سبيسيفيك اللي هو ايه بقى، اللي هي بنسميها هيتروفيل انتي بودز. ايه الهيتروفيل ده؟ يعني يطلع انتي بودي واحد بس احمر، تمام، يروح يتفاعل مع الانتيجين ده وشبيهه انتيجين تاني، تمام كده؟ زي مين؟ خدتها انت مين في البكتيريا؟ الروماتيك فيفر مش كان خارج عشان الام بروتين راح عندي على الهارت تيشو، صح كده؟ طب تمام، وادي عندك اهو. وفاكر برضو كان عندك التربنوما بلدم، تمام، كان طلع بقى الانتيجين، وفاكرين بقى اللي هو الكارديو ليبن والرياجين، ما هو ده برده كان هيترو اي فيل. وعندي هنا اللي بيشتغل بار فيروس برده هيترو فيل، تمام، يعني انتي بادي واحد يروح ايه يعاكس في الانتيجين ده والانتيجين ده والانتيجين، تمام، يتفاعل مع الايه، مع كذا انتيجين او انتيجين اخرى، حلو كده؟ طب يحول يعني يلاقي ده شبه ده، فيقول ايه يعني مثلا واحد مثلا ايه خاطب، حلو كده؟ الواد اللي خاطب ده هو الهيترو فيل، تمام، خطبته قفشته مع واحده بتقول له انت ماشي معايا؟ لا والله العظيم ابدا، ده هي ده انا فقد، ده هي شبهي يعني عينيها زي عينيكي، فانا حبيت امشي معاها عشان افتكره، طبعا ده الله يرحمه طبعا يعني قرور الفتح. طب هو ده بقى الهيتروفيل ده كده نفس نظام الواد اللي هو الملاوع ده. طيب وبعد كده قوم لو عايز تدور على النيوكليك اسيد بتاع الفيروس بالبي سي ار زي الفل، زي ما انت عايز. طب التريتمنت يقول لك مفيش سبيسيفيك تريتمنت او نو افكتيف تريتمنت، صح كده؟ حتى اغلب الفيروس لو تاخدوا بالكم دايما بنقول نو سبيسيفيك تريتمنت او نوت او نو افكتيف تريتمنت، تمام كده؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الايبشتاين بار فيروس، ومهم عشان بيجيبوا دايما يقول لك الفيروس اللي بيشتغل على البيليمفوسايت، تبقى عارف ان هو ايبشتاين بي وبار بي، خلاص كده يا شباب. طيب والدياجنوسيس بتاعه غالبا بيجي، تمام؟ طيب اتمنى تكونوا فهمتوا كده، خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.